معايا من الخرطوم الاستاذ محمد علي فزاري رئيس تحرير الخرطوم توداي. استاذ محمد مساء الخير، يعني كيف يمكن ان نفهم هذه التصريحات المتواليه والمتتاليه من المسؤولين السودانيين بشان خطوره خطوه اثيوبيا التي تنوي يعني تنفيذها على الاقل يعني من خلال تصريحات المسؤولين الاثيوبيين بملء الملء الثاني لسد النهضه؟ وواضح انه من تصريحات وزير الري بروفيسور ياسر عباس انه صبر الحكومه السودانيه ينفد امام يعني تعنت الجانب الاثيوبي والمضي قدما في يعني خرق كل الاتفاقيات والتحضير والتجهيز للملء الثاني لبحيره السد في شهر يوليو المقبل، رغم كل التحذيرات التي قدمتها الحكومه السودانيه. ومن قبل يعني ذكر وزير الري السوداني بان يجب ان لا تقوم اثيوبيا باي عمل يحدث ضرر ذو شان بالمصالح السودانيه، المصالح المائيه للسودان، خاصه وان سد الروسيرس هو يقترب 15 كيلومتر فقط من الحدود الاثيوبيه وسد النهضه الاثيوبي، فبالتالي تلك المنطقه المتاخمه للحدود الاثيوبيه هي فيها حوالي 20 مليون مواطن سوداني هم عرضه لمخاطر سد النهضه. هذا الموقف ليس موقفا جديدا، وانما هي الدبلوماسيه تبنتها الحكومه السودانيه ما تعرف بدبلوماسيه المياه، وهي تقوم بجولات تنويريه لدول المنطقه والاقليم. وتصريحات اليوم جاءت بعد لقاء الاتحاد الافريقي، وهي المنظمه التي تنضم اليها كل من السودان ومصر واثيوبيا، فبالتالي لا زال السودان يركز على الحل الافريقي لهذه الازمه، ولكن بالتاكيد الجانب الاثيوبي هو يضرب بعرض الحائط كل التحذيرات وكل المخاوف التي يقوم بها السودان، ويحذر من ان لا بد من ان توصل الى اتفاق نهائي وملزم لكافة الأطراف، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا وتراوغ كثيرا في هذا الأمر. أنا في تقديري تصريحات وزير الري هي تأتي أيضا تصريحات وزير الخارجية قبل أكثر من أسبوع. أستاذ محمد، يعني في إطار هذا يعني الزخم الدبلوماسي السوداني والمصري أيضا من تحذيرات للجانب الإثيوبي في ما يتعلق بسد النهضة، يعني هل تعتقد أنه المجتمع الدولي يمكن أن يأخذ هذه التصريحات بعين الاعتبار بكثير من الاهتمام؟ هل يمكن أن يفهم المجتمع الدولي خطورة الخطوة الإثيوبية؟ من المؤكد ان يعني كثره الطرق يعني على الجسم الحديدي فك اللحام زي ما بيقولوا في المثل السوداني، فطرق السودان على هذه الابواب الكثيره، سواء كان منظمات اقليميه دوليه، دول ذات تاثير في المحيط الاقليمي والدولي، المراقبين الذين يراقبون هذه المفاوضات، بالتاكيد سوف تشكل راي عام قوي داعم لموقف السودان وربما موقف مصر ايضا، لان الطرفين المتضررين هما دول المصب. ففي تقديري ان هذه الدبلوماسيه والطريقه الهادئه التي تتبناها الحكومه السودانيه هي بالتاكيد ستاتي اكلها وستثمر، لان دائما الطرق الدبلوماسيه هي اقصر الطرق للوصول الى حلول يعني اكثر استدامه، بعكس الجانب الاثيوبي الذي يحاول ان يتبنى منطقة القوة ومنطقة التحدي ومناطحة العالم بأسره. ففي تقديري ان الان الكرة في ملعب الاثيوبي بعد ان القيت في داخل الاتحاد الافريقي، وربما هي محطة بدأت بها الحكومة السودانية يعني قبل ان تصعد الامر الى منصات دولية اخرى. بالتاكيد الجانب السوداني لديه كل الحجج والوثائق التي تسند موقفه فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضه، فيما يتعلق بالاتفاقيات الصادقه، فيما يتعلق بالتعنت الاثيوبي. نحن الان يعني تجاوزنا 90% من الاتفاق، ما تبقى ال 10% هي الاصعب، وربما هي التي يمكن ان تعطل التفاوض وتصل الى مراحل ربما لا يريدها الاطراف الثلاث. ولكن من المؤكد هذه الخطوات لابد من الوصول الى اتفاق قبل شهر يوليو، نعم، حتى لا تحدث يعني ازمه بين الدول. الاستاذ محمد علي فزاري رئيس تحرير الخرطوم توداي من الخرطوم، شكرا جزيلا لحضرتك.